السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي علوم للصف السادس الابتدائي، عندي الفصل الحادي عشر الدرس الأول، حناخذ نشأة القارات والمحيطات صفحة 206. الفكرة الرئيسية: صفائح الأرض دائمة الحركة، وينشأ عن حركتها تغيير معالم سطح الأرض وتنوع تضاريسها ونشأة القارات والمحيطات. قارات العالم القديم، قارات العالم الجديد، والانجراف القاري. سنأخذ ما القارات. يقسم سطح الأرض إلى يابسة وماء. يقسم سطح الأرض فراغ يقول لك يابسة وماء، وتقسم اليابسة إلى سبع قارات. يقصد بالقارة، تعريف القارة هي المساحة الواسعة جدا من اليابسة التي تحيط بها المياه من جهتين أو أكثر، فهنا فراغات وتعريف القارة. ويوجد في العالم سبع قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية. ويمكن تقسيم القارات: قارات العالم القديم، قارات العالم الجديد. إذا سبع قارات هي حفظ. قارات العالم القديم هي القارات التي سكنها الإنسان منذ القدم، مثل آسيا وأوروبا وأفريقيا. أما قارات العالم الجديد اكتشفها الإنسان حديثا من خلال الرحلات الاستكشافية، وهي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية وأستراليا. هنا نقول اكتشفت قارة أمريكا الشمالية في عام 1498 ميلادية من قبل الرحالة الإيطالي المعروف كريستوف كولومبس. صفحة 207. كيف فسر العلماء نشوء القارات والمحيطات؟ حين قمت بالنشاط الاستكشافي لاحظت بأن أشكال القارات يمكن أن تشكل أنموذجا واحدا إذا ما وضعت معا، فعلى أي شيء يدل هذا؟ وضع العالم ملفريد واغنر نظرية لتفسير نشأة القارات اسمها الانجراف القاري. تعريف الانجراف القاري: وتعني أن القارات كانت سابقة كتلة واحدة كبيرة غير منفصلة، كان الماء يحيط بها من الجوانب الأربعة وتسمى بانجيا. انقسمت القارة الكبيرة في بادئ الأمر إلى كتلتين كبيرتين بفعل الحركة التباعدية للصفائح. كتلة اتجهت نحو الشمال وكونت قارة تسمى لوراسيا، وتجزأت إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا حاليا. وكتلة اتجهت جنوبا وكونت قارة تسمى غوندوانا، وتجزأت فيما بعد إلى أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا. فهذني حفظ يعني تعرف الانجراف القاري، وشنية كان الماء يحيط بجانب الأربعة شي سمى بانجيا، وانقسمت إلى قسمين كل واحد وحفظه. صفحة 208. ما الأدلة التي تدعم نظرية الانجراف القاري؟ هناك دالة أدلة كثيرة تدعم صحة الانجراف القاري، ومن هذه الأدلة: أولاً، يمكن أن تشكل القارات الخمسة الرئيسية آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية كتلة واحدة عند تقارب حدودها الخارجية مع بعض. تم العثور على عدد كبير من الأحافير لحيوانات ونباتات تعود لنفس النوع في أمريكا الشمالية وأفريقيا، مما يدل على أن هذه الكائنات كانت تعيش يوما في مكان واحد. لوحظ تشابه نوعية التربة الموجود في قارة أستراليا وقارة أفريقيا. هنا عندي محيطات، نشأة البحار والمحيطات. إن الأرض سابقا عرفنا أنها كتلة واحدة متصلة، كان الماء يحيط بها من جميع الاتجاهات. تفتتت هذه الكتلة مكونة القارات، حصرت فيما بينها مساحات مائية واسعة تكونت منها المحيطات الخمسة التي توجد على أرضنا اليوم. محيطات خمسة، خاف يقول عدد المحيطات: المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، المحيط الهادي، المحيط المنجمد الشمالي، والمحيط المنجمد الجنوبي. تحتل المحيطات ما نسبته 71% من سطح الأرض، هذه تجي على شكل فراغات، ويستند نشوءها إلى نظرية الانجراف القاري، وذلك من خلال الأبحاث التي أجرأها العلماء. وقد أثبت هذه النظرية التطابق الكبير بين سواحل أفريقيا وأمريكا الجنوبية. لهنا وتخلص المحاضرة مالتنا، وإن شاء الله التوفيق.